السلام عليكم. فين جوجل من الذكاء الصناعي اللي عمال يظهر كل شويه؟ جوجل عندها ابحاث من سنين كتير جدا موضوع الذكاء الصناعي والشات والحاجات دي، عندها مختبرات وصرفه مليارات على القصص دي، حتى موضوع الاجمنتد رياليتي سابقه بكتير. في مثلا عندهم حاجه اسمها لامدا اللي اي ام دي اي لانجويج موديل فور ديالوج ابلكيشن، وده عامل زي شات جي بي تي وقوي جدا. يعني هي الفكره كلها ان هو لسه ما بتروحش للعامه، لكن الابحاث اللي موجوده بتاكد القوه بتاعته. وفي برضو ابحاث قويه هي عاملاها على ال NLP، وهنا ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي، ان هو من صوره واحده ممكن يحولها لك ل3D. يعني عندي صوره قطه، يبدا يوريك القطه دي كانها 3D، شخص موجود مثلا يبدا يدرسه ويبدا ان هو يحوله ل3D بالشكل ده. مش محتاج 20 صوره عشان يعمل حاجه 3D، لا هي صوره واحده. في برضو تحويل التكست اللي صور، الاداء بتاعه عالي جدا. في كذا بحث قريته عن الموضوع دوت، حاجات خطيره. مجرد بتكتب التكست اللي تحت دوت يبدا يعمل لك الصوره دي كلها. هو بيقول له عايز اعمل بطه من ازاز، فراح عملها له على طول. فعامل زي ميد جورني بس قوي. وهنا ده بتحول الصور لفيديو او تكست الفيديو، التكست فيديو، يعني مجرد تكتب اي حاجة هو يحولها لك لفيديو. مجرد في صورة واحدة يبدأ يحولها لك لفيديو بالشكل دوت. فمتوقعين ان جوجل تبدأ تطلع الحاجات بتاع الذكاء الصناعي قريب، لان هي بقالها سنين. لكن يمكن سبب انها ما كانتش مطلعاها ممكن يكون في اتفاقيات انها بتعمل الابحاث دي لجهات عسكريه، او خايفين ان حد يستخدمها بشكل خاطئ، فبيتاكدوا 1000000% من ان الحاجات دي تستخدم بشكل صحيح، ومحدش يقدر يستخدمها في اي حاجه مخالفه للقانون. يعني في مثلا بعض المحاذير اللي هم حاطينها على نفسهم، مره واحده هتلاقي انطلاقه قويه للذكاء الصناعي اول ما جوجل تنزل المشاريع بتاعتها ديت.